عشان صحتك ما بيسوى. رسمية هي بتكون مكتومة القيد، ما معروف أهلها مين، بتكون إيده اليمين لصافي، صافي اللي بيكون قصي خولة. أنا قلبي حاسسني إنه في شغلة ما نظيفة عم تصير، جهزوا حالكم. فأنا تقريباً إيده اليمين واللي مستلمي كل شيء، مستلمي الشغل كله يعني، فهو بيوثق فيي. وطبعاً بعدين بتعرف شوي شوي بعد ما كذا حلقة أنه أنا كنت تربطني علاقة حب مع خاله اللي هو بيكون اسمه الحوت، واللي بيلعب الشخصية حبيبة يعني، بفضح الاسم ولا لا، فادي إبراهيم. فبيكون في قصة حب، وبيكون عندي كمان بنات تحت إيدي بيشتغلوا، بشغلهم بفرم نقر الكوسة والتحضيرات اللي بتصير لتهريب المخدرات يعني. بالنسبة لرسمية هي من أول الخط موجودة يعني، من أول ما يبلش المسلسل ليخلص المسلسل هي موجودة، لأنه الأحداث كلها بتدور حول صافي والحي الشعب اللي نحن مفترض نكون عايشين فيه، اللي عندنا محل خضرة والفيل أبو اللي بيشتغلوا البنات للمخدرات وهيك. فوجودي أنا أساسي بكل الوقت، وبتفوت سما، بتفوت سما على الحي لحتى تجيب معلومات من مين هول، وطبعاً عم بيلاحقوا الشخصية اللي اسمها ديب لحتى يلقطوه، وبتفوت لتفوت بالحي عنا. فهي بتعيش عندي بالبيت، بتعيش متنكرة باسم تاني. طبعاً أنا من الأول بيكون في عندي شكوك أو عندي ريبة منا يعني. رسمية حداً امرأة عانت كتير بحياتها، عانت بحياتها من هي من طفولتها لشبابها، بس حبت شخص وهذا الشخص ما تجوزها، فآخر شيء هيك مثل ضلت يعني مخلصة لهالعيلة. هالقد مرة ما ارتاحت بحياتها، هالقد مرة ما عايشت حياتها، بتلاقيها مرة كتير جوانية، ما بتحكي، عندها خوف من العالم، ما كتير بتوثق بالناس، منها شخصية بحبوها الناس يعني. أنا بالنسبة لي شخصية كتير جديدة، شخصية فجة قاسية، الحنية أو الشيء اللي جوا اللي عندها إياه كله كبتته، بتشوفه بلحظات بس تكون بينه وبين حالها، بس ما بتفرجيه لحدا يعني. ضعفها ما ممكن تفرجيه لحدا لأنه هالقد الحياة قسيت عليها يعني. إذا أقرب حدا لإلها هو صافي يعني، ممكن صافي بلحظات لأنه صافي بيعرف قصتها، فصافي بيعرف حالتها، بيعرف وجعها، بس ولا مرة بتحكي يعني، ما بتلاقيها بتعبر يعني. بتعرف تعطي أوامر، بتعرف تمشي الشغل صح، بس ولا مرة هي بتشوفها يعني. فمش هناك بتلاقيها لابسة هول لأنه آخر همها شكلها، آخر همها شو، بالأخير هي عايشة بحي شعبي، عندها بيتها وعم بتعيش حياتها خلص يعني، مصيرها مجهول يعني. تابعوني على شاشة الـNBC بمسلسل 2020 بدور رسمية. هيدا اللوك هيدا أول مرة بظهر فيه بالمسلسل، بمسلسلاتي كلها، مسلسل مشوق جدا، فإن شاء الله تحبه. كارمن لبوس. 2020 على الـNBC دراما، رمضان يجمعنا.